كاين بعض المغالطات تقول لك لا بان راه كان شي مشكل او لا ربما شي سوء تفاهم ما بين البنزرتي او لا ان قرار من البنزرتي هو اللي كان الابعاد ديال هو ولو ان البنزرتي كان يعني هو جمع مساعد المدرب هو اكيد بان المسؤول الاول والاخير واللي هو فوزي فهمتيني لان بحكم انا كانت تطربتني علاقه يعني سي فوزي قلت له نمشي نريح معاه ونذاكر انا وياه كانت عندي علاقه معاه مزيانه هو لدرجه بان رجل ديال التواصل الحواري رجل يعني. هو رجل ديال كما تنقولوا حنايا رغم ان هذا التجاري تبارك الله اللي عنده ولكن كان دائما تيستمع ليا وتيقول لي قول الراي ديالك فكنت تنقول الراي ديالي لان مساعد تقول الراي ديالك ولكن الراي الاول والاخير هو ديال سي فوزي فنظن بان الحدود هذاك الصباح اللي كان عندنا فيه التدريب في المساء فكان عندي به اتصال وكان تكلم معايا بهذا يعني الطريقه بان ما كاينش فرق ما بين مساعد اول مساعد ثاني ولكن كنت تفاجئ انا بحال قلتي في البارحه ديال هذاك النهار اللي ترينينا فيه بان يعني قبل ذاك النهار وي تنتفاجئ بان لاعب اونسيان جوور لا ما بغيتش نذكر الاسم ديالو اللي كان تيقول بان راه غادي نلتحق ب غدا بالتدريب غنكون معاكم انت مازال ديك الساعه انا بخيل تفاجات بان لان ما يمكنش سي فوزي يجي معاه مساعد وكاين انا وعاد ويجي واحد اخر مساعد بحكم بحسن النيه ما انا تكلمت معاه بان ما يمكنش تكون مثلا ادجوان مثلا وسي فوزي يجي معاه قال لي لا هذاك ماشي ادجوان هذاك اناليز فيديو هو تنتفاجا بالرئيس اتصل بيا الغد لي انا غادي للتدريب وتواصل بيا بان راك ما كاينش مع فوزي فهادو من الاشياء اللي يعني كان شي حاجه مركبه كانت عندي علاقه كبيره مع السي سعيد الناصيري علاقه كبيره مع الناس الوداد وجمهور الوداد هادشي لا علاقه ديال فهمتيني ما ف الا كنت غنشتغل وانا مثلا تكون عندي واحد الـ 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 واحد الـ الـ كما تنقولوا حنايا قيمه وي الف مرحبا تكون مؤثر في الفريق عندي مرحبا مثلا ولكن الا كنت غنشتغل وانا غير مخبي كما تنقول ومخبي ولا الناس تقلب على شي حوايج اخرين فتنفضل بان ما نقربش نهائيا لان الولاد كاين بزاف اللي باغي يبقاو غير مخبيين لا ما والله ما نتخبى والله ما نقدرش مثلا نجي ناخذ واحد مثلا الصالير ولو ان الوداد ما اشترطش عليها وما لقاوش معايا مشكل والناس تخرج تتكذب هادشي لان الوداد تتبقى فوق اي واحد لا مديحي ولا كذلك الرؤساء اللي كاينين واللي مشاو واللي غيجيو هادي ما تناقش ما يختلفوش على جوج الناس مصلحه الوداد فوق كل اعتبار